قام المسيح من الأموات وصار بطولة تحرق من كرسس الأولى 15-20. أعزائي المشاهدين، معانا المحاور الصحفي المشهور مستر مايكي مدحت، وأحداث النهاردة فظيعة اللي حصلت مع يوستينو. معانا البعض معانا، افتح معانا البعض. إيه اللي حصل؟ اتكلم بقى مستر مايكي. بتاكل لبانة في وسط الدنيا. خش خش خش. طبعا يوستينو، طبعا حضرتك خد راحتك في الكلام، هي مش هترد عليك يعني. ولا هتعرف ترد ولا هتعمل أي حاجة. يوستينو اتعلمت خالص. خش يا يوستينو جوه. من أجمل الفضايل. كانوا بيحطوا طوبة زمان تحت كسرة عشان ما يتكلموش. هي حاطة دلوقتي عجينه فوقها ما بتعرفش عارفه تتكلم، عليها فضيله الصمت. بتتكلم. طلعتي منين البؤ ده؟ طبعا شايفين اثار الدماء، كل ده حاجه فظيعه خالص. كانت بتكعب القطه ماشيه. احنا مع يا يوستينا بنتمنى لك كل الشفاء من مستر مايكل وميس مريان، كمان بتصلي لك بجد بدموع ورب. انا مستريح نكمل انت الحديث. طبعا. وانا ببلغ كل تعزياتي. اللي حصل النهارده مأساة. كده بسجل؟ بتسجل. اتفضل بسجل. مأساة بصراحة اللي حصل دوت. موجز الأخبار. ويعني أنا أتمنى إنها تشفى سريعا. بس مريم أنا عارف إنها هتكمل في الحوار السخن. هنخش عشان تجيب في الصوره. مستر مينا بقى بص، هل لو انت كنت وقعت الوقعه دي كان شنبك هيحصل له حاجه؟ كان شنبي لا هيبقى حلو جدا، لان شنبي ضد الصوره. جبت لها منين؟ اسمع 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 مستر، ايه بقى؟ طعمه زي ايه؟ الروج. الروج. انت شفت فين الروج عشان تقولي طعمه زي الروج؟ الافراح بتحطه اكيد. شو يعني؟ بتحطي روج يا سينا؟ لا. ثالثه ابتدائي وبتحطي روج؟ ثالثه ابتدائي. دافع عن نفسك، دافع عن نفسك. هو ستة ابتدائي المفروض ابقى في اولى اعدادي. تالتة ابتدائي بتحط روج؟ خمسة. القناة السلاسة. مجنونة هربت من البيت. من يجدها أو يعرف أهلها تتصل بينا فورا. على كانت في ماتش الملاكمة بتاع امبارح. يوستينا كلاي. يوستينا كلاي. لكن من حبه ليوستينا طبعا جاب لها البزازة. وقال لها لازم اشربك، يلا بسرعه بسرعه البتاع هيفضل هيفضل. ها يا سلام، منتهى العطف، منتهى العطف والحنيه. نشكرك يا استاذ مايكل، حضرتك هتاخد جايزه نوبل لبن ايه؟ هياخد جايزه. اشمعنى انت؟ انا سوالي. استنى بس، اللي عايز مهرجان الطراز اقولها معاهم يا عم البتاع. مهرجان الطراز. بس على البص هيصور في وسطك تقول يا مستر مريم. ثواني ناقص 2005. مهرجان وقبال مهرجان الكرازة 2000. بص يا سارة. السلام عليكم.
يا سارة يا سارة خلي بالك بس من نص ثالث هنضبط الخمس ارباع من الوقت الاولاني لما كنا في المستوى ده. تعالى هنا كله معايا الاثنين بامفلت هنبتدي من بعد امتى؟ ماشي دي شغل عامل ايه؟ لو حضر كتير ممكن تبقى مستوى تاني عشان تبقى تاني
مهرجان لا 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 واحد اتنين تلاتة مهرجان الكرازة وخمسة لان طول 2005 بقى عايزين نعملها حاجة طويلة كده واحد اتنين تلاتة مهرجان الكرازة 2005 حرام عليك يا مستر، ايه الهزة ده؟
سؤالين ايه اللي عملت نفسي خايف مايكل اجيبك وانت نايم صدقني يا مستر لو جبتك هتندم ندم العمر بص يا خلاص بص انا عايزك تصور بالكاميرا ده منظر شنب نايم بسمه شايفها مستر باينه قوي لا اهي حاله من البؤس وانت نايم ربنا يسامحك عينيك مفتحه وشنبك طالع فوق وحاجه يا اسبوع اتفضل يا مستر في السن ده بيقروا ايه يا مستر قصص مغامرات مش عارف مين مونيكا ومينا فرق شاسع 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 لا مش في الطول في الاخلاق الواد مينا ده حته ملاك يا رب ملاك تجلي على الارض مناخيره اوسع وفي تاني شنبه في حاجه مناخيري على فكره بتضايق لما حد بيتكلم على الموضوع ده ياسين صفوت ياسين صفوت اذكى اخواتها يا مستر يا سلام اذكى اخواتها ما عندهاش اخواتها بس الحمد لله ما عندهاش اخ ايه انت اسكتي خالص يا بوسي ياسين ياسين صفوت ايوه اسمك يا عيل فتيس بقى فتيس بقى واخوها اللي جاي ملاك مرسل اخويا كان ملاك هو بقى بابا دلوقتي بس كان في ابتدائي في سنها كان ملاك ملاك بتخلق فيه بتخلق في اخويا يعني اقول لك ده تريسي وانا منور قدامها شمعة دلوقتي معلش يا مستر مايكل الاجيال بتتغير ننتقل للي بعده للي بعده كريستين حازم احد صيادي مدينه السويس عايشه في السويس بس بتيجي تعيش بتيجي هنا تحضر المهرجان شخصيه يا مستر هنوصل امتى مش عارف شخصيه تعبانه جدا يا مستر بلاش في البتنجان ثواني عشان انا مش صح بلاش في البتنجان بتيجي من السويس هي اساسا الحته بتاعتها هناك صياده بتشتغل صياده هي عندها شباك بعض الشباك اللي بتستخدمها في مصدر السمك بعدها المسؤوله على نفسها 8 ان جي اللي ضيعت المحفظه بتاعتها النهارده في الدير لسه ايه ما تكتشفش المحفظه كان فيها كام ايه؟ كان فيها مرحلتين لسجين كام؟ كام؟ لا ما كانش فيها مش فلوس ما تزعليش وايه ده اللي كام؟ ننتقل للي بعده مريم عماد اخوها كان من الذ الولاد اللي كانوا عندنا في مدارس الاحد اخوها دلوقتي هو لازم تعرفوني من اللي انا مستنيه صح؟ ثالثه اعدادي طالع اولى سنة زي العسل ونتمنى ان مريم عماد تبقى زيه ايه؟ انا مش زيه يعني؟ غابي البير بنت استاذ البير خادم زي العسل وخادم حفظ الالحان كويس يا ريت برضه تبقى زي باباها في حفظ الالحان وانا برضه يا جماعه حفظ الالحان ميس مارينا لا خلاص ساره محسن ساره محسن احد المضحيين في مؤتمر صيف 2005 ساره محسن تبلغ من السن 3 سنين شيرلي ومرات وصوتها عالي بيطرب افتكر ساره لما كانت بتيجي مع اخواتها في المهرجان زمان لما كانوا ابتدائي اول ما نقول بسم الاب والابن والروح القدس ساره بتبقى ماسكه الكوره معاها تروح نايمه على اول دكه على رجلين الخط اول ما نقول الى الابد امين بعد الحصه نلاقي ساره قامت ما اعرفش كانت بتاكل تعمل ايه يا ريت كانت بتلعب بره في حد هنا؟ لا خليها نايمه احد معلمي الطماطم في كنيسه العذراء مدينه نصر ضيعتنا في مهرجان مصر الجديده 2005 حاجه مش عارفه تقول مستر مايكل انا شاهد وشي وشي انا شفتها مش عارفه تقول مستر مايكل ده انا وشي وشي تحت عطلته ساعتها الثانيه البيت تاني مريت انا بص يا بص يا مريت مريت عندها اخت صرصاره صغيره اسمها ميرنا مريت ضيعتنا السنه اللي فاتت الله يسامحها في القبطي جت قدام كهنه من الصعيد بدل ما تقول ابتيتوتين راحت قالت ابتيتوتين وقعدت التن فيها ضيعتنا 2000 سبب ضياع كنيسة مدينة نصر في القبطي 2004 سبب ضياع كنيسة العذراء مدينة نصر في 2005 نتمنى ان انتوا تستمروا في ضياعنا في بقية مش هنستمر معايا يا رب اسمع بقى
الضايع جدا جدا معلم الطماطم الكبير ابو كرش. مين عادل اللي مضيعنا في كل حاجه؟ مين عادل الشاب الغير ممتاز؟ اللي نايم على نفسه ده اسمه مينا رامز. مينا رامز ده من شباب كنيسة الآن مقبولة أرض الجولف اللي مش عارفين حاجة بس بيجوا يقعدوا يتريقوا على كنيسة الأرض. يعني مستر ماجد عليه أي كلام؟ أولا مش حافظ كل أفعاله. معترض كثيرا سقراط كنيسة الأرض رمزين النصر. ربنا يسهله ونطلب من الرب أن يحفظه ويعينه ويسهل طريقه ويبقى خادم كبير في كنيسة الآن مقبولة أرض الجولف. شكرا. يا مستر تعالى بقى هنا. بالمناسبة يا مستر بحب افكرك ان هو في احدى الستيشن بتاعت المهرجان بتاعت المؤتمر بيسألوه بيقولوله قول لنا بعض الايات او بعض الجمل اتقالت في قصة القمر. هو الوحيد اللي عارف فليب ابنه. هو الوحيد على مستوى القطر وعلى مستوى كوكب الارض اللي عارف ان ابنة يايروس كانت اسمها لبنى. كانت اسمها لبنى. مينة بيشغلونك الحق. بعدين ذكر آية عظيمة جدا اتقالت بسفر التكوين ان الملاكين ذهبوا لابراهيم وقالوا له اليوم ستلد ابنا ويدعى اسمه صمويل. طبعا ده ضياع من ضياع اللي هو يلا احنا بقى ثلاثة قرآن ومن نور السلام يا عيسى مقدم لكم فرقة حسب الله بالكنيسة السيدة العذراء وكنيسة الناس الرسول من النصر. الأخ كان من مسرة جاي هربان من كنيسة مسرة. ما بيجيبوش مراكز فجاي يحضر هنا في كنيسة العذراء مدينة النصر. يدعى اسمه توني. اسمه توني. هو قريب ميس مارينا نادر. احنا يعني بنعزه عشان هو قريب بس قريب هنا في كنيسة ناس السيدة العذراء. سيبك بالراجل. ما تسمعش كلام في أي كلمة. مش عايزينه. بكاء صادق. مامتها شاطرة جدا في الألحان. هي بطيخ في الألحان مش عارف ليه يعني مش شرق مامتها بس كويس اللي شاركت معنا السنة دي. عملت حركة غريبة جدا السنة دي. قعدت تقول أنا ما بحبش الألحان أنا ما بحضرش الألحان أنا مش داخل المهرجان وراحت ضحك على أحد زمالتها المميزين جدا ماجي صفوت. ضحكت عليها البنت طلعت برا المهرجان وهي دخلت المهرجان. حصل لها وربنا هيحاسبك وتروح تعتذر في الخطيه دي. تيموساوس النهارده حصل معاه فصل لذيذ جدا اللي هو دخل يشتري صمبا من الكانتين. راحوا قالوا له انت يا بنت انت معاكي فكه ولا لا؟ يا ريت يحلق شعره علشان افتكروه بنت النهارده وفضحنا مع الصعايده. هي اللي كانت عايزه تروح الاطراس اعمل لها ايه؟ ما رضتش تخش مهرجانك. جوزيف المصري الكبير ضيع دنيته النهارده من كنيسه مريمينا. اشطر واحد يجي في اخر المهرجان في اخر مهرجان قبل المهرجان بليله بيبقى عايز يدخل المهرجان وبيحفظ كل حاجه في المهرجان. ربنا قويه يدينا زيه. ده اخو اللي احنا كنا اتكلمنا عليه ورا مسره ضاع هناك في مسره مش عارفين يجيبوا مراكز فجاي بيحضر هنا في مدينه مصر. ربنا يحفظ عليك يا رب. بيتر اسامه من الشخصيات الضربه اللي معانا. شخصيه تعبانه جدا برده قريبه اسمه اندرو ايهاب عنده اخته موريان وماريا قريبته. بيفضل اللي هو يروح كنائس البروتستانت واحنا بنقول له لا 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 انت احنا هنا بنشجع ارثوذكسيين بس خلي بالك يا حبيبي. مارك محسن ابن العمده ابتدوا يتمشوا جامد جدا في البيت. كانوا بيتصلوا 7 مرات في اليوم كل ما نطلع رحله او وطن. دلوقتي اصبحت هي اتصاله واحده عشان تعرف يا مارك ما حدش بيحبك لمده 5 ثواني والكارت بيخلص بعدها. غريبه ان الكارت بتاع الموبايل بيخلص كل مره غريبه. انا بتهيألي اللي هي نوع من انواع ان احنا عايزين نخلص المكالمه بسرعه مش عايزين نتكلم كتير. معلش يا ما حدش بيحبك. سموره خدت جنبه منك. مين انام خالص؟ مين نبيل ارتكي. مين نبيل في السنه السادسه ابتدائي
حجمه ما يجيبش ثالثه ابتدائي، بس هو في سنه ثالثه ابتدائي طالع السنه الجايه اولى اعدادي، بيفضل النوم في غير وقت الالحان. هو نايم دلوقتي لان مفيش الحان. مينا مدحت، مينا مدحت اهدى 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 الولاد اللي مش فاهمين هما بيعملوا ايه اثناء العرض، بيطلع اصوات غريبه، بس هو كويس سنه سته ابتدائي وطالع السنه الجايه اولى اعدادي، ربنا يعود في اولى اعدادي. أندريا جمال اكبر توهان، اكبر توهان بيقف وقت العرض البحرت وراه، يعني بيبص في السماء رجليه بتشوط اللي قصاده. توهان 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 انا ما اعرف. شريبا بيشرب حاجه قبل ما بيدخل العرض، اقول له خلي بالك ما تشربش الشاي بلبن كتير، ما بحبش اللبن. المعلم الكبير ميرنا ماجد جورج، ميرنا 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 ماجد ايه بشرى، ميرنا ماجد بشرى، ميرنا ماجد بشرى عندها واد كده صغير اخوها اسمه جورج ماجد، كل امتحان لازم يعيط قبل، كل سفريه لازم يعيط قبل. النهارده الصبح احنا في الكنيسه، مامته لسه بتجيبه من البيت، طبعا مشينا هو لسه في البيت، قعد يصوت لا ودوني ودوني ودوني. يا ترى بيعمل ايه دلوقتي؟ اتمنى اللي هو يخنقها اول ما تروح البيت. هي كويسه جدا في سنه خمسه وهتطلع سنه سته. المعلم كبير جدا كاتو كاترين احسن من اختها الف مره، بتيجي تحضر وملتزمه واختها بتزوق مننا. برافو يا كاتو. لقطه دي غريبه جدا ما بتتكررش غير كل مليون سنه مره. مينا فايق طبعا ده يعني في اهدى اهدى حالاته، اهدى حالاته، ووصل اللي جنبه بقطر اللي هو ينام. بيقولوا ان مينا ده هيطلع حاجه كويسه، الله اعلم، ما اعتقدش. ميرنا ميرنا وميرنا ميرنا وميرنا مش ميرنا، مونيكا مونيكا ومونيكا مونيكا بتفضل اللي هي بتقرا قصص الرعب، جزيره الموت، ربنا يستر ونروح. بتفضل اللي هي تقرا القصص المرعبه. ده من سنه رابعه. في حد في سن الطفوله يقرا قصص زي كده؟ لا ده عادي بصراحه. اخوها كرولوس في مدرسه الشمامسه، خالهم مطران، مطران ايه؟ مطران الانبا ميخائيل، يبقى خالهم. ايه؟ ورق ورق ابن عم، يعني هو بابا خلاص يا خلاص يا عمو ده راحت ايه؟ خلاص الشريط هيخلص. كويس يا الشريط هيخلص. هنبقى نروح للانبا ميخائيل نساله احسن فاصل. لا احنا عندنا رود رؤوف، رود رؤوف احد الشخصيات الملتزمه جدا في الكورال، تحفظ كويس وعايزينها كل سنه تدخل معاها. فيرينا، مين فيرينا؟ ايه رايك لها؟ فيرينا من الشخصيات اللي هي بتحضر بس ما بتجيش تمتحن معانا، بتيجي كمشجعه او كموزعه اطعمه داخل الاتوبيس. نتمنى هي السنه الجايه ان شاء الله تشترك معانا وتقلد المجنونه اختها اللي رانا نبيل اخت العزيز باهر نبيل، من الشخصيات القلقه اللي معانا بس شاطره في الالحان. مارينا اللي تحت قعدت مرتاحة عينيها وهي نايمة، بس هي برضه شاطرة وطالعة السنة الجاية أولى إعدادي. برافو يا مارينا، وعايزين كل سنة. يلا خلاص. مستر. شخصيتك ضعيفة قوي.